ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المشاهدين ومتابعينا في كل مكان، ونشرة إخبارية جديدة على قناة النادي الأهلي. طبعا يعني في البداية هنبدأ بالأخبار الخاصة بالنادي الأهلي واجتماع يعني النهاردة في الشيخ زايد، كان في مجلس الإدارة كله طبعا، أو اجتماع بالأخص مع لجنة الكرة، كابتن علاء عبد الصادق والكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وأكيد يترأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمناقشة بعض الأمور الفنية. أو حضراتكم عن مديره الفني الجديد، لسه الاجتماع شغال ولسه ما فيش اي قرارات اتخذت الى وقتنا هذا، لكن لو حصل اي جديد اكيد هنكون مع حضراتكم اول باول. لكن ان شاء الله بنطمن كل الجمهور الاهلاوي ان هيتم الاتخاذ القرار السليم والصائب في تعيين مدير فني اجنبي على اعلى مستوى، كمان اكيد هيكون معاه كوادر اهلاويه مهمه جدا على المنصب. وهنتكلم على يمكن لجنة المرأة في النادي الأهلي اللي بيترأسها الدكتورة عزة زيان، عملت ندوة امبارح في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وأكيد كانت يعني ندوة مثمرة جدا للأعضاء، علشان استعانت بالدكتورة صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أكيد طبعا زي ما حضراتكم يعني سامعين طبعا، يعني اكيد حاجه مهمه جدا في مناسبه شهر رمضان المبارك والعظيم، اكيد يعني ما يتم عمل ندوه زي كده، الهدف منها هو طبعا بعض الاستشارات الخاصه بالاسره، ويعني اكيد كانت مثمره بشكل كبير، وتجاوب معها الاعضاء وبالاخص طبعا السيدات، لكن هنعرف بالتفاصيل من خلال التقرير التالي. سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم. الشهر الكريم ربنا بدأه بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة تتقون هي الغاية والهدف من العبادة، أي عبادة من العبادات لابد أن نصل بها لتحقيق درجة التقوى، ودرجة التقوى هي طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله. أمي كانت طبعا لما كانت مخلصين جدا لإدارة النادي الأهلي، وخاصة الإدارة الجديدة، وفقها الله على النجاح وعلى الإمساك بوحدة صف النادي. سعادة كبيرة جدا إن أنا يعني أتشرف بهذا اللقاء في النادي الأهلي، لأن أنا يعني عمري كله بحب في الأهلي أنا وأسرتي جميعا، وأول ما جت الدعوة أنا يعني سعيت لجاي أحضر في هذا المكان الذي أحبه، مكان البطولات، مكان المبادئ والتقييم. أنا سعيدة جدا بهذه البداية، وأنا نفسي متطوعة بنفسي لأن أكون في أي نادي من النوادي، وهناك سن للفتيات محتاجين فيه لتوعية دينية خاصة، واخد بال حضرتك، في سلوكيات محتاجة مننا ان احنا نبين خطأ هذه السلوكيات، ولنا يعني واجب ان احنا يجب ان نؤديه وسط الشباب. درع التكريم ده بقى يعني هعوز يعني معرفش علقه فين في البيت الحقيقة، او مين اللي يقع فيه حظه، لان كلنا احنا تهافت عليه. يعني أعضاء النادي الأهلي أنتم مشهورين بالأخلاق وبالتماسك، زيكم زي بالضبط اللاعبين، يعني اللاعبين أيضا صورة للمبادئ والتماسك، واخد بال حضرتك، وأيضا الإدارة
الإدارة احنا في حاجة شديدة لأنها تكون إدارة قوية وإدارة مثالية وإدارة قدوة للجميع. فأنا بشكر الإدارة وبشكر الكل اللي بيشجع معنا النادي الندوة، وإن شاء الله نعيد هذا اللقاء وسنحقق أهداف كثيرة جدا عن طريق لجنة المرأة. حقيقي دي أول انطلاقة للجنة المرأة. الحقيقة إحنا ما كانش فيه لجنة مرأة في النادي، جه كابتن الخطيب الحقيقة عمل لجنة المرأة وعيلة الأهلي، وكان الحقيقة حريص جدا جدا يكون للمرأة دور النهاردة في انطلاقة اللجنة. وأنا سعيدة جدا بأول انطلاقة كانت مع دكتورة فلاح فلاح في ندوة من أهم الندوات. انتظرونا بقى إن شاء الله في لقاءات تانية وندوات تانية وأنشطة تانية مفيدة، وإن شاء الله بإذن الله عضوات وأعضاء النادي إن شاء الله هيستفيدوا من اللجنة بإذن الله من نشاطاتها. الحقيقة إحنا تم اختيار العضوات، عضوات اللجنة اختيار يعني بعناية فائقة جدا، وده الحقيقة برضو ده خد مننا شوية وقت إنه يتم انتقاء عناصر مميزة جدا 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 إنها تعمل شيء وشيء قوي. وكان الحمد لله نتيجته النهاردة في أول انطلاقة الندوة القوية دي. دي أول حاجة. تاني حاجة هيبقى فيه نشاطات تضم بقى كمان بإذن الله عضوات أخريات. عاملين استمارة عضوية مشاركة، بندعو كل سيدات النادي الأهلي أنها تنضم لجنة المرأة كعضو مشارك حقيقي فعال، جزء من لجنة المرأة بإذن الله. قد ايه بحضور دكتوره سعاد. الندوه انقسمت قسمين او شقين. اول شق هي شرح مبسط تعاليم معينه وايه هو رمضان واحنا بنعمل ايه في رمضان، وفي حاجات معينه وسلوكيات معينه المفروض ان احنا نعملها في شهر الكهف. كمان انقسمت الندوه لشق تاني كمان انه قمنا بالاجابه عن أسئلة العضوات. الحقيقة وكانت أسئلة هي متنوعة جدا ما بين الحج ما بين الأسئلة الأسرية وأحكام الدين، والحقيقة هي مشكورة قامت بالإجابة على كل الأسئلة. وزي ما حضرتك شفت كل الحمد لله عضوات النادي اللي حضروا الندوة كانوا قد إيه مبسوطين جدا وطلبوا بنكسر شوية من النوعية دي. إحنا عندنا إن شاء الله استكمالا بقى للي حصل النهارده باذن الله عندنا في فرع مدينه نصر باذن الله دكتوره سعاد صالح برضو مدينه نصر على نصر على اهلا بحضراتكم من جديد، ونخش على اخبار المنتخب الوطني الاول. متواجد حاليا في الكويت بيلعب وديه امام منتخب الكويتي، والشوط الاول انتهى بتقدم منتخب الكويت 1-0 على المنتخب المصري. اكيد في غيابات عن المنتخب المصري ابرزها محمد صلاح اللي ان شاء الله عنده مباراه مهمه جدا بكره في اوكرانيا على ملعب كييف، ومباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. أكيد مباراة قوية جدا ومباراة كلنا هنتابعها، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للنجم المصري. أيضا محمد النني ويمكن هو محور حديثنا دلوقتي عن منتخب الوطني. أكيد محمد النني كان عنده إصابة ولحقت به في مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي، لكن أكيد يعني كان متواجد مع منتخب مصر ونشر بعض الصور ليه على تويتر وكتب بداية الحلم. هو طبعا الحلم هو بداية كأس العالم. كأس العالم أكيد حلم بالنسبة لمحمد النني بعد ما كان أحلامه وتتبخر بعد طبعا ما شفنا شكل الإصابة اللي طبعا تبعناها في مباراة أرسنال، لكن الحمد لله بعد تشخيص الدكتور وبعد طبعا الأشعة ظهرت نتيجة إصابة اللاعب، بينت أن اللاعب هيكتفي فقط بثلاث أسابيع هتبعده عن الملاعب، بعد كده هيعود مجددا إلى التمرينات. وأكيد طبعا منتخب مصر بعد ما يعني يخلص منتخب أو يخلص معسكره في الكويت ومباراته الودية هينطلق إلى إيطاليا. الجمعة اللي جاية عنده مباراة مهمة جدا مع منتخب كولومبيا، وبعديها الجمعة اللي بعديها هيلعب ضد منتخب بلجيكا في بلجيكا، وبعد كده هيعود إلى مصر علشان يحضر بقى أوراقه ويحضر لعبته ويسافر لروسيا يوم 10 يونيو. أكيد معانا مداخلة من الكويت. المداخلة جاهزة معانا صح؟
طيب يعني معنا مداخله تليفونيه من الكويت، استاذ محمد القوصي من الكويت حاليا، الناقد الرياضي الكبير طبعا، واحد من الزملاء اللي بنعتز بيهم، عشان يطمنا على اخبار منتخب مصر ونتيجه الشوط الاول. استاذ قوصي. اهلا بك يا كابتن عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الحقيقه يعني المباراه طبعا الشوط الثاني على وشك البدايه الان، تكلمت يمكن عن محمد النني قبل المباراه. الاضافه اللي حضرتك اتكلمت عنها طبعا الشوط الاول كوبر مستر كوبر لعبه تقريبا في الفريق الثاني لمنتخب مصر او مجموعه كبيره جدا من البطولات. لما بنتكلم عن شريط الكلام في حراسه المرمى، في الونش، في علي، يعني كان في اثنين علي جبر وصالح حامد في السن من الاساسيين، وكان مع علي جبر في عمر جابر كان بيلعب في الناحيه اليمين، كريم حافظ في الناحيه الشمال، اثنين ديفندر طارق حامد ومحمود عبد العزيز، وكان في ثلاثه شيكابالا وعمر ورده ورمضان صبحي كانوا قدام الكوفه. الحقيقه يعني منتخب الكويت اتقدم بهجمه وحيده جدا راحت لمنتخبنا، كانت كره عرضيه وسجلت في مرمى شريف اكرامي. غير كده المنتخب كان ماسك الكوره ومسيطر، لكن كان في يعني نوع من العجز الهجومي، يعني ما كانش في حد بيستغل. رمضان صبحي عمل اكثر من كوره، عمر جابر عمل اكثر من كوره، لكن كوكا لم يستغل اي كرات. شيكابالا حاول وعمل هجمه عن طريق نص الملعب، لكن في النهايه لم تصب المرمى. يعني هي تجربه بيعملها مستر كوبر لعدد كبير جدا من اللاعبين، اللي في بعضهم هيستبعد ان هم لقوا في الشوط الاول. يمكن هو تم اجراء تغيير، عبد الله السعيد نزل في الشوط الثاني، واعتقد ان عدد كبير جدا من اللاعبين الاساسيين كلهم دور في المباراه في الشوط الثاني. يعني اعتقد ان احنا يعني على غير متوقع مستر كوبر بيحاول يجرب، ما زال بيجرب مع ان الوقت ضيق جدا بالظبط بالنسبه للمنتخب. هل ممكن استاذ محمد غياب محمد صلاح وغياب محمد النني، وممكن نقول بعض الاعمده الاساسيه من منتخب مصر، هو اللي مخلي مستر كوبر مش عايز يجرب اخر تشكيله او ال 11 لاعب اللي هيقوم ب يعني وضعهم في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر في اول مباراه اورجواي في كاس العالم، هو ده اللي عامل تاخير لمستر كوبر؟ والله هو بشكل عام مستر كوبر يمكن في المؤتمر الصحفي اللي كان امبارح بشان المباراه قال انه هيجرب، يعني هو اعلن بوضوح انه هيجرب عدد كبير جدا من اللعيبه، هيجرب بعض الافكار الخططيه ليه في الملعب، هيجرب بعض التغييرات اللي هيعملها. قال ان المباريات الثلاثه بشكل عام هيكون فيهم نوع كبير من التجريب مع شخصيا او كل المتابعين، او يمكن طبعا حضرتك من لعيبه الكوره اللي كان عندهم متابعه كبيره جدا لهذا الامر، ان المفترض ان الثلاث مباريات دول يكونوا يعني اللمسات الاخيره بالنسبه لي، يعني يكون استقر على التشكيل، ما فيش وقت للتجديد. انا اعتقد استاذ محمد ان هم التجارب دي كلها علشان يشوف مين اكثر لعيبه تناسب تبقى بدله للمنتخب، احنا كده كده ال 11 لاعب معروفين اللي هيتم الاستعانه بيهم. خروفه بيعملوا طبعا علشان يستقر على الـ 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 المجموعه اللي هتكون معاهم استبعادها. فده اعتقد الاستعانه هيكون فكري، يعني لكن المؤكد ان الماتشين اللي جايين هيكون فيهم يعني الغالبيه العظمى للعيبه الاساسيين، لكن ربما يكون هذا الماتش فرصه لكل اللاعبين، علشان ان هو اعلن ان يوم 4 يونيو هيعلن القائمه النهائيه لمنتخب مصر، يعني ان شاء الله في المرحله الجايه. طيب يعني عايز اسال حضرتك برضو على منتخب مصر، اكيد متاخر بهدف، لكن لا يوجد شراسه حقيقيه من هجوم منتخب مصر على مرمى الكويت، ايه السبب اسال حضرتك؟ اسال حضرتك. هناك طبعا عدد التجانس، نوع من عدد الانسجام المنتخب يحقق المجموعه فيه، يعني الفرصه الحقيقه ما تستغلهاش، يعني فيها طبعا حضور جماهيري الى حد ما مرضي ومعقول لو نظرنا الى اسعار بعض الشيء الى الجو الحر، لكن اللي شايفينه ان كوكا يعني الناس مش شايفه ان هو المهاجم الامثل لمنتخب مصر، يعني الحقيقه ما عندوش قدرات عاليه تقدر تستغله حتى انصاف الفرص، يعني بتجيله فرص حقه وبتضيعها. يعني انا بقول الكلام ده، يعني بقول الكلام ده ترجمه للي بيحصل في الملعب. تمام. لا طبعا اكيد اكيد يعني تمام. يعني حتى البعض يتساءل يعني ما هو سر الاصرار على كوكا، يعني طبعا كل هيقول لك احنا مين عندنا ما عندناش مهاجمين مصري، يعني الحقيقه يعني هي مشكله كان لازم يكون لها حلول، كان ممكن يعني. طب هل حضرتك شايف مين من وجهه نظر حضرتك استاذ محمد، مين اللاعب اللي كان ممكن مستر يتم ضمه لخط الهجوم وكان ممكن يعمل فارق مع منتخب مصر، وبالفعل مستر كوبر ما ضموش؟
يعني انا شايف اللاعب يمكن حتى اللي ظهر في الفتره الاخيره اللي كان موجود يعني من المهاجمين اللي ظهر بشكل جيد يعني حتى لو ما كانش انضم قبل كده بس هو كان لاعب في المنتخب الاولمبي ولاعب عنده خبرات قويه كان ممكن يبقى موجود. وكمان يا استاذ محمد لو هو بيجرب كان ممكن يحطه يعني كتجربه المباريات الوديه. طيب يا استاذ محمد حضرتك متواجد في الكويت دلوقتي واكيد بجانب البعثه المصريه منتخب الوطني هل حتى لو قال في المؤتمر الصحفي هل حضرتك تعتقد ان هو هيجرب فعلا ولا هيحط بنسبه 90% القوام الرئيسي للمنتخب الوطني عشان يطمن على لعيبته اللي هتقوده في اول مباراه لي امام الاورجواي في كاس العالم؟ لا اعتقد ان الاجابه بنعم كوبر بيعتمد على تشكيله الاساسيه بنسبه مش هقول لك 90 لا هو 95% كمان تمام يمكن هو شايف ان هو لعب النهارده قدام الكويت بهذا الشكل لان شايف المنتخب الكويتي خلي بالك المنتخب الكويتي بعيد جدا عن الساحه وموهوبه الكوره في الكويت بقالها 5 سنين لو حضرتك تعرف ما بيشارك حتى في منافسات دوليه ولا قاريه طبعا طبعا يعني طبعا المنتخب الكويتي ترتيبه 160 على العالم في تصنيف الفيفا يعني في فرق كبير جدا بيننا وبين المنتخب الكويتي حتى في تصنيف الفيفا يعني بعيدين قوي لان ما كانوش بيشاركوا نهائيا يعني فربما ده اغراء ان يلعب بهذا الشكل وما بيبصش للنتيجه بقدر ما بيبص ان يشوف دول هيعملوا ايه بس انا شايف ان منتخب الكويت ده لو جبنا له اي فرقه من فرق الدوري الممتاز في مصر هتكسبه بسهوله وفي الراحه يعني واخد بالك؟ لان حتى المدرب في اخر مباراه فيه ماشي يعني مش مكمل معاهم المدرب وهم ما عندهمش اي ارتباطات وما كانش عندهم ارتباطات قبل كده فمنتخب يعني مجمع من الشتات غير جاهز يعني في النهايه مع تحفيظنا واحترامنا الشديد ليه يعني مش ده المنتخب اللي إيه لو المنتخب الثالث او الصف الثالث من منتخب مصر يعني انا متخيل وجهه نظري لو شكلنا منتخب من دوري الدرجه الثانيه ممكن يكسب 5 لكن احنا هنعتبرها تجربه ايا كان مستر كولر بيعمل فيها تجربه بتقام في جو حر جدا طبعا في الكويت ربما مؤثر على اللعيبه الدرجه كمان مفيش نوع من الانسجام للعيبه لكن دعنا ندعم المنتخب الوطني واحنا خلفه في منتهى القوه وفي منتهى الاصرار ان شاء الله ربنا يوفقه في 15 لاعب موجودين بره اساسيين مش موجودين في الملعب كنت لسه استاذ محمد عايز اسال حضرتك معلش انا اسف على تغييرات هل تم دفع ببعض العناصر اللي موجوده على مقاعد البدلاء ولا ابتدى الشوط الثاني بنفس التشكيله؟ انا شايف عبد الله الخير الوحيد اللي نزل في الملعب هو مش عارف تقريبا مش عارف يبدو ان شيكابالا هو شيكابالا اللي مش موجود في الملعب يعني عبد الله الخير نزل بدل من شيكابالا في الملعب دلوقتي اكيد يعني التغيير في بدايه الشوط الثاني يعني استاذ محمد يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا من الكويت واسف عطلتك على مشاهدتك للشوط الثاني كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراته امام الكويت وزي ما قلت لحضراتكم الشوط الاول انتهى بتقدم المنتخب الكويتي بهدف مقابل لا شيء اتكلمنا مع استاذ محمد على يعني كلام كتير جدا وكلام مهم يخص المنتخب الوطني زي ما احنا عارفين ان منتخب مصر ومستر كوبر اعتقد ان دي اخر تجربه بالبدلاء ممكن يعني يعملها مستر كوبر وهو الاستعانه بالبدلاء في مباراه الكويت اعتقد ان المباراه الجمعه القادمه وبعد القادمه امام طبعا يعني منتخبين اقوياء جدا منتخب كولومبيا ومنتخب بلجيكا اعتقد ان مستر كوبر بنسبه 95% يعني ان لم تكن 100% خلاص هيجرب ال 11 لاعب اللي هيمثلونا ان شاء الله كمنتخب مصر في اول مباراه في كاس العالم امام المنتخب مباراه قويه جدا نامل ان شاء الله ان المنتخب يحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل اكتر نتيجه ايجابيه لصالحه علشان بعد كده عنده مباراتين ايضا غايه في الصعوبه المنتخب الروسي والمنتخب السعودي كل التوفيق للمنتخب الوطني ومن المنتخب الوطني الاول ليا المنتخب الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب وبكره ان شاء الله منتخب الاولمبي هيسافر الى تونس طبعا كرئيس بعثه كابتن عصام عبد الفتاح
كابتن عصام اكيد واحد طبعا من حكامنا الدوليين اللي هيكون رئيس بعثه المنتخب الاولمبي اللي هتكون موجوده في تونس علشان تلاعب المنتخب الاولمبي التونسي يوم 29 مايو. مباراه اكيد مهمه، اكيد منتخب مصري بيستعد للبطوله الافريقيه 2019 اللي هتكون موجوده في مصر، علشان من خلالها زي ما احنا عارفين اول وثاني واول وثاني من المجموعتين هيتاهلوا مباشره الى او اول ثلاثه هيتاهلوا مباشره الى الاولمبيات 2020، وكل التوفيق ان شاء الله في المركز الرابع. هيلعب يعني التصفيات على مين اللي يصعد مع تقريبا مع فريق من قاره اسيا، وبالتالي يصعد منهم فرق ل اولمبياد طوكيو 2020. كل التوفيق لمنتخب مصر. كمان بعد ما منتخب مصر لاعب منتخب تونس يوم 29 مايو هيطير بعد كده الى الجزائر علشان يلعب مباراتين. هيلعب الجزائر ماتشين يوم 3/6 ويوم 6/6. اكيد طبعا تونس والجزائر قويه جدا، وانا شايف ان المنتخب الاولمبي ماشي بشكل كويس وبخطه ثابته، يعني نتمنى ان شاء الله الاستمراريه في اجنده مبارياته الدوليه علشان يجهز لعبته بشكل جيد. وكمان زي ما احنا عارفين ان التجمعات بتكون مهمه جدا، ان اللعيبه تنسجم بين بعض. ده حاجه مهمه زي ما احنا عارفين ان اللعيبه الصغيره في السن، فبالتالي ما عندهاش الخبرات اللي موجوده مع او كلاعب منتخب اول، فبالتالي لازم يكون في تجمعات كتيره عشان اللعيبه تاخد على بعض، وده اهم حاجه بتبقى موجوده في منتخبات الناشئين. طبعا الكابتن شوقي غريب اعلن قائمته وهي تضم 23، بنقولهم لحضراتكم يعني حارس المرمى او حراس المرمى عمر صلاح وعمر رضوان وشهاب خالد، طبعا المدافعين محمد مصطفى الجزار واسامه جلال ومحمود مرعي ومروان النجار واحمد دسوقي وكريم العراقي واحمد ابو الفتوح، خط الوسط اكرم توفيق واحمد عفيفي وابراهيم عبد القوي واحمد رمضان ومحمد صادق، اما خط الهجوم احمد حمدي ومهاب ياسر ويوسف الجهري ونصر منسي وصلاح محسن واحمد ياسر ريان ووجيه عبد الحكيم وفوزي الحناوي. يعني خلصنا طبعا اخبار منتخبنا الاول والمنتخب الاولمبي، ونروح للبطوله العربيه، تصفيات البطوله العربيه الادوار التمهيديه. مفيش شك طبعا ان الاتحاد السكندري فاجئنا بسم الله ما شاء الله بمباريات قويه جدا على اعلى مستوى، فاز في مباراتين وتعادل مباراه، بالتالي بيتاهل في مجموعه يعني اعتقد ان فيها يعني فتح الرباطي المغربي فريق قوي جدا، يعني كمان الحمد لله بيتساوى في عدد النقاط، لكن الاتحاد السكندري بفضل فوزه على فريق السلميه الكويتي بثمان اهداف يعني مقابل لا شيء فرق معاه كثير جدا في تصدره فرق افريقيا ازاي تبقى موجوده في بطوله عربيه، لهم لا جيبوتي من الدول المشاركه في جامعه الدول العربيه، وبالتالي يحق لها المشاركه في البطوله العربيه. يمكن الاتحاد السكندري طبعا مديره الفني كابتن محمد عمر واحد من المدربين اكيد المتالقين ومن طبعا اصحاب الخلق العاليه، يعني كان ليه بعض التصريحات وقال طبعا ان سكندري بالشكر لمجلس الاداره اللي وقف خلف الفريق، وطبعا والاستاذ محمد مصلحي رئيس النادي اللي وفر كل الامكانيات اللي مطلوبه للعيبه من اجل الاستعاد هيبته الرياضيه العربيه. اكيد طبعا نادي الاتحاد غائب بقاله فتره كبيره عن البطولات الافريقيه او العربيه، لكن في اول محك يعني زي ما نقول رسمي في بطوله عربيه شارك الاتحاد وصعد في مجموعته. المجموعه الثانيه عشان بس نوضح للناس او نوضح للساده المشاهدين، التصفيات البطوله العربيه كان فيها مجموعتين الادوار التمهيديه، المجموعه الاولى النجم اللبناني والنادي الافريقي والونام والفيصلي، النجم اللبناني هو اللي صعد كاول مجموعه وبالتالي هيلاقي النادي الاهلي في الدور ال 32، هنقول لحضراتكم كل المباريات اللي هتكون في دور ال 32. اما فريق الاتحاد السكندري صعد اول مجموعته بسبع نقاط بيتساوى مع الفتح الرباطي، لكن طبعا ليه 14 هدف وفريق الفتح الرباطي ليه 13 هدف، هدف واحد فقط هو اللي نصف فريق الاتحاد في صعوده الى دور ال 32، وبالتالي المباريات هتكون يوم الاربع 8 اغسطس والسبت 11 اغسطس والاحد 12 اغسطس والاثنين 13 اغسطس، يعني مباريات قويه جدا اهمها
يعني النادي الاهلي هيلاعب فريق نجمه اللبناني يوم 13 زي ما قلت لحضراتكم الاتحاد السكندري هيلاقي نادي الترجي التونسي وده هيكون يوم اعتقد يوم الاربع 8 اغسطس. احنا عارفين ان في تفاوت في المباريات يعني الاهلي والزمالك والاسماعيلي هيلعبوا كل واحد في يوم حتى الاتحاد علشان احنا عارفين ان كل مباراه هتكون مباراه ذهاب ومباراه عوده فبالتالي المباريات الاولى هتكون في مصر كلها فبالتالي كل يوم يعني كل نادي ياخد يوم لوحده عشان يحق لجماهيره و عشقوا ان هم يتفرجوا عليه وبالتالي يعني يكون في تنظيم كويس وحتى يعني في حقوق التسويق اكيد اعتقد ان دي من ضمن بند من البنود التسويقيه ان كل مباراه تقام على حده في يوم لوحده. يعني لسه طبعا يعني مكملين مع حضراتكم لكن نروح من اخبار كره القدم المحليه وطبعا اخبار منتخبنا الوطني الاول والاولمبي الى اخبار الالعاب الاخرى ونبدا طبعا بخبر مهم جدا خاص بالكابتن اسلام حسن لاعب الفريق الاول لكره اليد احسن لاعب في بطوله الكؤوس الافريقيه لاعب مهم جدا 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 واحد من امتع اللعيبه الواحد فعلا لو بيتابع كره يد اكيد هيحس بالكلام اللي انا بقوله لكن الجميل في كلامي ان اسلام حسن جدد تعاقده مع النادي الاهلي لمده اربع سنوات على بياض. هنا بقى يعني بيبان اللاعب سواء كره قدم سواء كره يد سواء كره سله سواء طايره حبه للنادي الاهلي لما يتكلم ويقول انا جددت للنادي الاهلي بدون اي شروط على بياض وبالتالي النادي الاهلي انا بترك التقدير للنادي الاهلي وده طبعا يعني يدل على روح الترابط والروح اللي بيتحلى بيها لاعبي النادي الاهلي في كل المجالات زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي مش كره قدم فقط لا غير النادي الاهلي لعبات كتيره جدا وهي ليها الفضل في ان النادي الاهلي يكون طبعا بيحلق في سماء افريقيا وفي الوطن العربي وحتى عالميا. يعني اسلام طبعا زي ما احنا عارفين ان هو حصل على لقب احسن لاعب في بطوله الكؤوس الافريقيه مع الكابتن المخضرم الكابتن عاصم حماد اللي اكيد يعني بيأدي مواسم رائعه واكيد بيحقق بطولات وكمان عجبني جدا ان اسلام يعني صرح واتكلم وقال ان هو وافق على التجديد بدون اي شروط بيأكد ان اللعب للاهلي شرف كبير ولا يقدر بثمن في ظل طبعا قيمه الفانيله الحمراء وما تضيفه لتاريخ لاي لاعب يرتديها وانه طبعا يعني اتكلم على بطوله كاس الكؤوس الافريقيه الاخيره ان الفريق لن يفرط في اي بطوله قادمه وان شاء الله ده اللي احنا بنأمله في اسلام حسن طبعا وباقي الرجاله لاعبي طبعا فرق كره اليد وان شاء الله ربنا يوفقهم ويكرمهم معاهم زي ما قلت لحضراتكم مدرب كبير كابتن عاصم حماد ولسه متجدد له هو كمان وبالتالي تبقى المنظومة كلها مكتملة لاعبين ومدربين ولسه كمان الباب مفتوح لأي لاعب يرى الجهاز الفني ممكن يضيف قيمة إلى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي. قبل ما نروح لأخبارنا العالمية هنروح لفاصل سريع نرجع نكمل مع حضراتكم أخبارنا العالمية.